حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، نحن مع قول الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقد ذكرت أن القرآن أحال الإنسان على أقرب شيء إليه وهو نفسه، وهذه نفسه التي بين جنبيه التي تمثله لا شك أنها أقرب شيء إليه، أي إنه لا يستعير المعرفة من دليل آخر بعيد عنه قد يصيب أو قد يخطب. فنفسه هي كيانه، بمعنى أن ما يجده في نفسه ومن قبيل العلم الحضوري، ليس من قبيل العلم الذي يحصل على الإنسان، ليس علما حصوليا، هو علم حضوري، أي ما يتعلق بالنفس يجده الإنسان داخله في كيانه، وبالتالي فإنه لا يخطئ فيه، والمعلومة التي تكون من قبيل هذا النوع تكون معلومات وعلما ضروريا يقينيا. الإنسان حينما يكون فيه شيء أي يحس به من الداخل، إذا كان الإنسان يحس بعاطفة، بغضب أو بحب أو بكراهية، فهو لا يخطئ في ذلك ويجد ذلك في نفسه ولا يحتاج إلى البرهنة على ذلك. لو كان الإنسان جائعا فإنه يحس الجوع داخل ولا يحتاج إلى أن يقيم الدليل على أنه جائع. فلذلك قلت إن القرآن أحال على أقرب مصدر للعلم وهو نفس الإنسان، وقال الله تعالى: وفي أنفسكم فلا تبصرون. ومهدت لهذا بالحديث عن بعض ما يتعلق بعلم العلم المتعلق والمتصل بالنفس، فأقول: كلمة نفس في القرآن الكريم وفي اللغة لها دلالات، لا أعيد أن أستعرض دلالات النفس جميعها لأنها متعددة، والبعض به ذهب بها إلى نحو أكثر من 10 دلالات في استعمال القرآن لكلمة النفس، حينما يقول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، فبعد ذلك أنه يحذركم ذاته أو قوته، وحينما يقول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فالنفس هنا بمعنى آخر، بمعنى السر. النفس بالنسبة للإنسان هي نفس، ولكن بالنسبة لله هي سره، والله تعالى له سره وعلمه الذي لا يطلع عليه أحد. المعاني من هذا كثيرة، ذكرها علماء والذين كتبوا في الوجوه والنظائر في ألفاظ القرآن، لكننا في العموم نجد أن هنالك معنيين كبيرين للنفس. فإما أن تطلق النفس مرادا بها كل إنسان بكليته وبجملته، وهذا معنى، وإما أن تطلق النفس ويراد بها جزء منه وهي قوة الحياة فيه. فلذلك يستعمل القرآن بعض المرات النفس بمعنى الإنسان برمته بتمامه، فيقول الله تعالى مثلا: كل نفس ذائقة الموت، أي الإنسان كله لا يموت فيه جزء، لا يموت فيه جزء، أي كل نفس، ما من نفس في الناس إلا وتموت، بمعنى أن المراد به هو الإنسان بتمامه بكماله. وهذا معنى شائع وموجود في القرآن الكريم. وقد تطلق النفس على قوة الحياة في هذا الإنسان، فيقال مثلا: خرجت نفسه، والمراد به بها الروح، أو نفس الإنسان سره أو ما هو داخله، كان يحدث نفسه بشيء، كنت أحدث نفسي بشيء، وكنت كان في نفسي أن أفعل كذا وكذا. فهذه النفس ليست هي الإنسان بتمامه، وإنما هي نيته وباطنه وما يعتقده. وهذه النفس هنا بهذا المعنى هي أخص من نفسي العامة،
المؤمنون حينما أو الناس حينما سمعوا حديث الإفك كان عليهم أن يظنوا في أنفسهم خيرا، أن يعتقدوا في أنفسهم خيرا، أي في دخائلهم وفي ضمائرهم وفي عقولهم وفي أفكارهم. إذن فلاحظوا أن النفس تطلق بإطلاقين كبيرين، النفس بمعنى التي هي الإنسان بتمامه، والنفس التي هي جزء من الإنسان وهي قوته العاقلة فيه. ولذلك يقال إن هنالك نفسين، نفسا تزول بزوال العقل ونفسا تزول بزوال الحياة. الإنسان فيه نفسان، نفس تزول بزوال عقله وهو ما كنا نتحدث عنه، أي حين يقول الإنسان كان في نفسي أن أقول كذا وكذا، وكان في نيتي، أي من عزمي وفي نيتي. فهنا نفس بمعنى، وهذه النفس تزول إذا زال من الإنسان عقله وفقد عقله، فإنه لا يبقى له ما يسمى نفسا من حيث الدخيلة، من حيث الدخيلة لا يبقى له نفس. وهناك نفس أخرى تزول بزوال الحياة وهي التي تزول بالموت. فإذا كان الإنسان قد أصابه الموت فإنه نفسه تموت. قال الله تعالى: أخرجوا أنفسكم، الملائكة تقول للناس للموتى وللمشركين: أخرجوا أنفسكم، أي أرواحكم، أي لا يطلب منهم أن يخرجوا كليتهم وأبدانهم، والمطلوب هنا هذه الروح التي هي تحمل معنى الحياة في الإنسان. هذان هما المعنيان الكبيران، وإلا فإن الناس يستعملون أنفسا أو معاني أخرى في الفقه. قد يطلق النفس في الفقه في لغة الفقهاء، وهذه لغة أيضا لابد من حصرها وعلمها، وهي يتحدثون عما ليس أما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة. هذه الحيوانات التي لها نفس سائلة تذبح، تذكى وتذبح فتؤكل إذا كانت في أصلها حلالا، وما ليس له نفس سائلة كالجراد والسمك وما إلى ذلك فله وضع آخر، وما ليس له نفس سائلة مثل الجراد وبعض الحوام يقال إن ذكاته هي ما يموت به. ذكاة هذه الأشياء، الجراد ذكاته ما، هل تذبح الجراد؟ ذكاته ما يموت به، أو الحلزون وما أشبه ذلك، أن يموت، أنه يموت إذا وضع في الماء فتلك ذكاته وانتهى الأمر. النفس السائلة بمعنى الدم، هذا معنى يروج عند الفقهاء. الآن حينما يحيل الله تعالى على النفس ويقول لعباده في أنفسكم، فأي المعنيين يقصد؟ هل في الجسد كله أم في الروح؟ هل يقصد في الجسد آية على وجود الله تعالى أم في الروح وفي المعنى الداخلي؟ والجواب أن حمل النفس على المعنيين لا تعارض فيه، أي ليس هناك ضرورة لإلغاء أحد المعنيين، المعنيان لا يتزاحمان لا يتعارضان. فنقول إن المراد في قول الله تعالى وفي أنفسكم مراد فيه النفس بمعنى تلك اللطيفة التي تعني معنى الحياة، وفيه معنى آخر وهو الجسد الذي هو النفس أو الإنسان. كأن الله تعالى يقول لكم في كلكم، في أجسامكم كلها آية، وفي جزء من ذاتكم وهي النفس التي هي بمعنى الروح آية، وكلاهما صحيح لأنك المعنيين سليم. فأنت إن نظرت في نفسك في جسد في معنى جسدك وفي كليتك وجدت فيه مجموعة كبيرة من المؤشرات والإشارات على وجود الله تعالى، وأنت كذلك إذا نظرت نظرة أخرى إلى المعنى الذي هو فيك وهو النفس الباطنة فيك فهذا أيضا مجال واسع. ولذلك ذهب المسلمون في الاتجاهين معا، فتحدثوا عن النفس العاقلة، النفس التي هي الروح، وتحدثوا كذلك عن النفس التي هي الجسم، وكلاهما يدرس بانفصال، إنما يدرس هذا في علم معين والآخر يدرس في علم آخر. هذه النفس التي يتحدث عنها القرآن ويفتح ويعطي انطلاقة الحديث فيها
هي لطيفة كما قلت ربانية، ومعنى من المعاني التي تميز الإنسان عن غيره، كان ضروريا أن تهتم به الأمة، بها الأمة الإسلامية، بسبب أن القرآن دفع إلى التفكير فيها. ولذلك يشتهر في كتبنا أو في كتبنا الإسلامية أن هنالك بحوثا وحي بعض الأماكن التي خصصها العلماء للحديث عن النفس. لا يعقل أن القرآن يتحدث عن النفس بهذه الكثرة والمسلمون مع ذلك لا يتحدثون في النفس، هذا غير منطقي. فلذلك تحدثوا عن النفس وعن عللها وعن أمراضها وعن أسقامها وعن ما يعتريها، والقرآن تحدث عن النفوس، النفس المطمئنة، وتحدث عن النفس الأمارة، وتحدث عن نفوس أو في سياقات متعددة تحدث القرآن عن النفس. فلذلك كان طبيعيا أن يكون للمسلمين علم متعلق بالنفس. طبعا حينما تحدث الناس فيما بعد عن شيء اسمه علم النفس، هم لم يكونوا بعيدين كثيرا عما تحدث به العلماء في قضايا النفس، لأن العلماء المسلمين لا يقفون أو لا يجدون إشارة من إشارات الكتاب والسنة تحيلهم على شيء من الأشياء الموجودة إلا وهم يندفعون إليه. تحدثوا عن النفس تحديثا طويلا، تحدثوا عن الروح باستقلال عن النفس، وتحدثوا عن العقل، ولكل في هذه الأشياء حديث خاص وكتب خاصة. هناك كتاب الروح وفيه بحث طويل في الروح وخصائصها وما تتصف به، وهو كتاب من الكتب المعروفة عند المسلمين، موجود متداول. عندنا كتب أخرى في العقل، وما أكثر ما كتب في العقل، كتاب فضل العقل للوطوات، وكتب أخرى للعقل. حتى حينما تحدث الناس عن كتب أو وضع بعض الناس، بعض العلماء وضعوا كتبا للمجانين، تعرفون هناك كتب لأخبار الحمقى مثلا والمغفلين. بعض الناس يظنون أنها فقط مجرد كتب للتندر وللفكاهة، ولكنهم يغفلون شيئا مهما، أن هذه الكتب فيها مطالع، فيها مقدمات مهمة في فضل العقل وفي العقل وفي أنواع الأمراض التي تصيب العقل. لأن العلماء أيضا يهتمون بالعقل، لأن العقل هو مناط التكليف، فيتحدثون عن أنواع من الجنون كثيرة، ويتحدثون عن الجنون الذي يذهب التكليف بالمرة، والجنون الذي ليس كذلك الذي هو متقطع، وعن هذا الاستغراق في الجنود، هل هو استغراق يعم السنة كلها، أي الجنون المطبق الذي يسمونه، ما هو شرط أن يكون الجنون مطبقا؟ هل يجب أن يعم السنة كلها بالنسبة لكل العبادات، أم إنه الذي يعم اليوم كله أو يعم يوما وبعض اليوم بالنسبة للصلوات وما أشبه ذلك؟ تعرفون أن الكلام ليس كلاما مفصلا على عواهر، كل كلام يترتب عليه حكم شرعي وعمل. وبالتالي فإنكم تقرؤون ربما في كتب أصول الفقه مبحثا خاصا، ومبحث الجنون، الجنود كعارض من عوارض الأهلية، عارض سماوي يحل بالإنسان فيعطيه حكما آخر، وله تصرفات عديدة لو تقصها الإنسان وجد أنها كثيرة جدا. فقط أريد أن أقول إنه من الطبيعي أن يكون للمسلمين حديث عن النفس. ولو أخذنا مثلا كتبا من كتب التزكية، تزكية النفس، وكتب الرقائق، وكتب الأدب مثلا، لوجدنا أنها تتحدث عن النفس وعن أخطائها وعن محاذيرها وعن أمراضها وعن أسقامها وعن عللها وكيف تداوى. بل هذا العلم الذي كان عند الناس، علم التزكية وعلم التربية، هو علم من العلوم التي تهذب النفس أساسا، أي علم التزكية ليس علما متعلقا بالصلاة والصيام، بل هو علم يتحدث عن النفس. والنفس لها أدواء، وللشيطان بها تلبس خطير، وقد لا يشعر الإنسان بأن للنفوس
أو لنفسه مرضا فلا يبالي. تعلمون أن الأمراض التي تصيب الناس بحسب مراتبهم. إذا نحن اعتبرنا أن الذين هم الآن مرضى أو منحرفون هم أناس تظهر عليهم علامات الإعراض أو الشرود عن الشريعة من السكارى والزناة والمدمنين على الخمر وما إلى ذلك والمدمنين على القمار، هؤلاء أمرهم معروف. ولكن هذه الأمراض الأخرى السرية الخفية التي منها مثلا الرياء، ومنها الانتصار للرأي، انتصار للذات، منها مجموعة كبيرة من الأمراض التي تتبعها الناس ونبهوا عليها ذنبا ذنبا. فيقولون إن الشيطان مثلا لا يطمع في إنسان عابد أو معروف على الأقل في العبادة بأن يدفع به إلى الزنا، لأنه لا يستطيع ذلك، اجتماعي لا يستطيع. الإنسان المعروف بتدينه لا يمكن أن يزني، لأن الناس سوف يعيبون عليه ذلك. لا يمكن أن يذهب إلى خمارة، هذا غير منتظر، لأن حياته مضت على هذا الأساس أنه ليس من أصحاب الخمارات. ولكن هل معنى ذلك أن الشيطان سيقنع منه وأنه يقول هذا نفضنا يدي؟ لا، سيدخله من أبواب أخرى، غالبا ما يدخله من باب النفس. فربما يدخله إلى عالم آخر، هو عالم الإعجاب بذاته، يعجب بنفسه ويصر بنفسه ويستعظم ذاته ويرى نفسه أنه على صفاء وكذا وكذا. هذه أشياء وأمراض لا يتفطن إليها الناس. والناس كانوا في بعض حينما يربون الناس على شيء كانوا ينبهونهم إلى هذا. وأنتم حينما تقرؤون مثلا لابن عطاء الله السكندري تجد في كتابه، تعرفون هذا الكتاب الذي الحكام العطائية، فيه نفائس من الكلام الموزون، الكلام الجميل، الكلام الذي يدل على 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 فهم لحقيقة النفس ومتابعة لها، إلى درجة أنه كان يقول لك إن هنالك نفسا ولتت ذلا وانكسارا بسبب المعصية، عاصى الإنسان ربه ثم تاب وأناب وانكسر. فنفس هذا الإنسان الذي انكسرت هي أفضل من إنسان لم يجرب متن هذه المعاصي ولكنه ذلك الوضع أورته عزا واستكبارا. معصية أورثت ذلا وصغارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وقدر الإنسان أنه كبير في نفسه وأن الآخرين لا يقربون. وهناك شيء ربما الناس يتفطنون له، هذه أشياء تدب في حياة في قلوب الناس. أحد الأشخاص مع إنسان يظن نفسه من السالكين ومن الناجين ومن الذين حقهم أن يدعو الناس للناس من دون الناس، فقال له أحد الأشخاص العاديين، قال له يا فلان الله يفتح لك، وفتح الله. فقال تدعي لي. سمعنا أنه صافي وفتنا مرحلة. هذا من يستطيع أن يزيل من هذا الإنسان هذا الصنم. كان بعض العلماء يكتب في هذه رائجة، يقولون إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، الملائكة لا تدخل إلا بيتا نظيفا طاهرا، لا تدخل كلب غير مأذون فيه لا تدخله الملائكة. هناك الكلب المستعمل أو المأذون فيه وكلاب الحراسة جائزة، ولكن الكلاب هذه المدللة لا تدخلها الملائكة. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وكذلك الملائكة لا تدخل قلبا فيه كلب، وكلب في القلب هو شيطانه، هو أنانيته. هذه أشياء لا يتنبه الناس إليها ولا يتفطنون إليها ولا يبالي أحد من الآخر، بل ربما كل واحد يعطي الآخر جزءا من الطغيان. يا سيدي يا فلان أنت كذا، ورأينا رؤيا حسنة، وأنت وجوكه والله طيب وكذا، هذا تخربق في تخربق وصفي. تبادل الكذب، كذب المتبادل، كذب علي كذب عليك، توجهك منور وكذا وكذا. منور لأنك كنت في الحمام وصافي، كليت مزيان وجهك أحمر وزرت مع راسك وجهك، وش معنى أنك كنت في الصومال؟ وشبعت مع راسك وأحمر وجهك وقلت مزيان وجهك منور، وش حال ديال الوجوه حمر عند الأوروبيين وعند الأمريكيين؟ واش تما غادي يكونوا؟ هذا كنا كلام خاوي، وناس يعولون عليه كثير لأنه يرضيهم ويعجبهم. إنما قلت هذا
اهتم به المسلمون في كتب التربية وكتب الأخلاق وكتب ما تسموه بالتربية الروحية وما أشبه ذلك، ولو أسماء متعددة. بعض الكتب لها اهتمام بهذا، والإنسان من الأول يجب عليه إذا كان طالب علم وكذا أن يقرأ في هذه الكتب حتى لا يكون طاغيا. هناك طغيان، طغيان في كل الأشياء، طغيان في المال وفي العلم وفي السلطة وكل شيء، ولكن الإنسان إذا لم يتنبه يمكن أن يصبح له طغيان. طغيان المال معروف، طغيان السلطة معروف، وطغيان الصلاح من يرى نفسه صالحا وأنه يحلق في الفضاء وأنه لا يسمع أن الناس دونه وأن الناس يبدون له كالذباب، هذا طغيان، ولكن الناس لا يسمونه طاغية، إنما يسمونه رجلا مؤمنا ومحترما ووليا من أولياء الله، وهو طاغية، وهو في قلبه صنم كبير وكلب رابض في قلبه. إذن قلت هذا مهم جدا أن يعرف أن النفس لها هذه الأوضاع، لهذه الأوضاع، لذلك كتب العلماء فيها في النفس. وأنا أحيل دائما على كتاب الذريعة، كتاب الذريعة لطلاب العلم للراغب الأصفهاني، كتاب الذريعة في محاسن الشريعة، كتاب يضبط المعاني، مهم جدا، يجب أن يتوفر كل واحد لكل واحد منكم، لكل طالب من الطلاب، لأنه يقرأ فيه بعض الأشياء. أنا لا أريد، لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الكتب التي تقرؤونها تشتت الفكر، بعض هي تحدث وتدخلك في عالم من الفوضى، وبالتالي حينما تتحدث في حديث فيه فوضى، ولكن إذا أردت أن تتحدث حديثا مؤصلا ومنضبطا، وأن لا يكون حديثك حديثا هو بمثابة حطب الليل. تعرفون حاطب الليل؟ حينما يتحدثون، كان القدماء يتحدثون عن شخص فيقولون هو حاطب ليل أو هو كحاطب ليل. تعرفون معنى حاطب ليل؟ إنسان ذهب إلى الغابة وأصبح يحتطب في الليل، يجمع، ماذا يجمع؟ يجمع أفعى ويجمع حطبا ويجمع كل شيء، لا يشعر ربما في نهاية المطاف إلا وقد وضع الحطب على عاتقه فتخرج أفعى فتقتله، لأنه حاطب ليل. إنسان لا يحتطب في ليل ولا في النهار، يجب أن ينتقي، أن يختار، ولكن حاطب الليل لا يختار. ولذلك بعض الناس لأنهم يقرؤون بعض الكتب من هذا القبيل فيصيرون حاطبي ليل، ويتحدثون كما يتحدث حاطب الليل، فيكون هذا الحديث منهم كما يسمونه حديث ذا شجون. والحديث الذي هو حديث ذو شجون يعني الأنهار، كالأنهار التي فيها روافد كثيرة ومداخل كثيرة، وليس هذا شيئا ينظم الفكر وينظم ويكون الإنسان ملكة التفكير. لذلك قلت إن هذا الكتاب مثل كتاب الذريعة مهم جدا في بابه، وسترجعون إلى بعض الكتب من هذا القبيل وتجدون في كشاف اصطلاحات الفنون للتهنوي، وهذا كتاب مهم أيضا يجب أن يتوفر لطالب العلم، كشاف اصطلاحات الفنون في بعض المجلدات الآن مطبوعة طبعة جيدة، ولكن يجب أن يقرأه، لأن حتى لا يقرأ الخزعبلات والخرافات والأشياء التي ليست محررة ويحسب أنه على علم، لأن بعض الناس حينما يتحدث يكشف لك أنه كان في 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 تعلمه كان يلعب، كان تستهويه الخرافات والخزعبلة ويترك العلم. العلم دائما له حرمة رصانة، أنت إذا قرأت كتابا في النحو إما أن تفهمه وإما لا تفهمه، ولكن ليس في كتاب النحو شيء من الأحاجي ولا من الأشياء التي تفاجئك. النحو إما أن تعرفه وإما لا تعرفه، البلاغة كذلك، علوم المسلمين هي هكذا، أصول الفقه علم دقيق جدا ويعلم الناس كيف تكون أفكارهم منضبطة ودقيقة، وحينما يعيشون عصرهم لا بد أن يكونوا على هذا النحو، إلا فإنهم يصيرون مائعين ويعبث بهم العابثون ويلعب بهم اللاعبون. إذن قلت إن النفس الآن بهذا المعنى الذي ذكرت لكم مدروسة في كتبنا الإسلامية، و وقف العلماء عندها، وأرجو أن تقفوا أنتم كذلك لمن شاء منكم أن يبحث في هذه الجزئية النفس، لأنكم تحتاجونها دائما في حياتكم. الناس لا يميزون في النفس والروح والعقل وما إلى ذلك، قل ما يهتم إنسان بتمييز هذه الأشياء. هذه النفس في خلقها هي أيضا عجيبة، لأنك حينما تنظر إليها لا تجد شيئا مادي، ولكنك حينما تتأملها وتقرأها وتتابعها تجد أنها مجال لفلسفة كبيرة. لاحظوا، كان
القدماء قبل المسلمين من اليونان، أذكر اليونان، كانوا قد يهتموا بهذا الأمر. سقراط كان في بداياته يقال كانت له فلسفة، كان ينظر في ما وراء المادة، أي في الغيبيات، في الميتافيزيقا، ميتافيزيقا ما بعد الفيزيقا. الفيزيك هو المادي، ما بعد المادي، الفيزيك هو الشيء، مادة الفيزيك هي مادة مادية، ميتافيزيك أي ما بعد المادة هي مسائل غيبية. فكان يتحدث كما كان كل اليونانيين يتحدثون فيما لم يكن لهم دليل على ما يقولون. ويقال إنه كان يسير يوما، يقال إنه كان يسير يوما وينظر في الفضاء ويتحدث وربما يتأمل الكواكب، ثم سار ولم يتنبه حتى عثر فوقع في حفرة. فقالت له الخادمة: أولى لك أن تعرف الأرض التي تسير عليها من أن تنظر إلى السماء التي هي بعيدة عنك. إذا كنت تسير على الأرض على الأقل لا حينما تسير وتفتح عينيك لن تقع على الأرض، ولكن أما السماء فيمكنك أن تهوم فيها كثيرا. هو نقل الفلسفة، يقال إن سقراط نقل الفلسفة من السماء من ما بعد الغيب إلى حيز آخر. هو يقال إنه دخل أحد المعابد، وكان هناك معبد يوناني معروف ومعبد دلفي، بعض المصادر تجدنا يكتبونه دلفي، وهذا معبد له معنى، كان يقال بأن معبد الأسرار والآلهة وما إلى ذلك، ومعبد أبول وما إلى ذلك، كانت فيه بعض أشياء من الحكمة يسجلها. ومن الأشياء التي رآها سقراط هناك هو: اعرف نفسك بنفسك، اعرف نفسك بنفسك. وهناك أيضا: اعرف نفسك تعرف رب، تعرف ربك. فتنبه إلى أن أصل الإنسان أن يبدأ بالإنسان بنفسه، ودائما حتى عند المسلمين أن الاعتبار يبدأ بالنفس ثم ينتقل إلى ما بعد النفس. إذن فكان هذا سببا في أن يهتم هؤلاء بالنفس. سقراط يهتم قليلا. ثم جاء بعده أفلاطون، وأفلاطون قال كلاما ذهب فيه بعيدا أكثر من سقراط. أفلاطون ماذا قال؟ أفلاطون تعرفون أنه يفسر بعض الأشياء بأشياء هي أشبه ما تكون بالأساطير، وهو عنده فهمكم هذه القضية لأنكم طلاب علم، عنده نظرية تسمى نظرية المثل، ويقول إن كل شيء موجود له وجودان، وجود مادي ووجود آخر مثالي. فمثلا الشجرة التي نراها شجرة التفاح وشجرة التين وشجرة الرمان والكمثرى والبرقوق، وما هذه أشجار هي موجودة في الطبيعة نراها تختلف، لكنها كلها مشتركة في حقيقة أصل، وهي مفهوم الشجرة، أي الشجرة مفهوم كلي. الشجرة هي مفهوم كلي بمعنى أنها جسم ينبت في الأرض وينمو وله وله. فالمفهوم الكلي هو الذي يتعقل، الذي نضعه في الدماغ. أما في الطبيعة فنحن لا نرى مفهوم الشجرة، نرى جزئيات وتجليات هذا المفهوم. إذن لنا شجرتان، شجرة في الدين هي المفهوم الكلي للشجرة، وشجرة أخرى هي هذه الأشجار التي نراها مختلفة، وهي في الحقيقة ليست هي الشجرة إنما هي جزئيات للمفهوم الكلي. فهمتم هذا؟ إذن هناك دائما في الأشياء كلها يفسر، ويفسر هذا بأن النفس كانت قديما قبلها في الأزل، كانت في السماء، كانت في عالم فوق عالم المادة، وكانت في عالم ليس فيه أشكال وليس فيه ألوان، وكانت تعيش حياة. ثم إن هذه النفس أخطأت أو انحرفت فحكم عليها بالنزول والدخول في الجسد، أي حبست في الجسد لأنها فقدت أجنحتها، أي النفس كانت لها أجنحة تطير فانحرفت فانكسرت أجنحتها وحبست في الجسد. هذه رؤية ليست سليمة للصحيحة كما قلت، وإنما يفسرون بها فقط. ثم إن هذه النفس وجدت محبوسة في الجسد، فأصبح الجسد هو سجن النفس والقفص الذي يحتجز النفس، وأصبحت الجسم ذات الإنسان مكونة من أمرين:
من النفس التي هي محبوسة ومن الجسد المادي الكثيف الغليظ الذي يعوقها. هذه النفس تصقل وتشذب وتنمى وتربى فتنفتح في عليها علوم الآفاق، أي حينما تطفو النفس وتتطهر يمكنها أن تدرك أشياء أكثر مما يدركها الناس بأجسامهم. تعرفون أن الإنسان حينما ذكر الله سبحانه وتعالى من قصة يوسف عن الوالد عن يعقوب قال لهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني، لولا أن تنسبوني إلى الفند وهو الخرف وقلة العقل، ويقول لأبنائه لماذا؟ لأن يوسف ذهب وقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. لما فصلت العير لما خرجوا قال إني لأجد يوسف من مسافات بعيدة، الناس لم لكن الذين كانوا يحملون القميص قميص يوسف لم يكونوا يجدون أي ريح. الذين حملوا القميص هل كان الريح فيه عطر وفيه شيء يشم؟ لو كان فيه شيء يشم هل يشم من مصر مثلا من الشام إلى مصر؟ لا، لكن هذا شيء خاص. هذه حاسة أخرى هي أكبر من أي الحاسة العادية لا تعطيك شيئا، لا يمكن للإنسان أن يشم رائحة شيء من مكان آخر، ولكن هذه النفوس حينما تكون في هذه الدرجة من الصفاء تنفتح أمامها هذه الآفاق. قد نضيف إلى هذا شيئا وهو أنك حينما تجد امرأة مثلا وهذا كثيرا ما يقع تقول لك هذه المرأة إني الآن في هذا اليوم غير مطمئنة، كأن ولدي وقع له شيء، وفي أوروبا في فرنسا مثلا، وفي بعض المرات يكشف الغيب أنها فعلا في تلك اللحظة التي قالت ما قالت كان ولدها مثلا قد وقع له حادث أو شيء. وقع كثيرا بمعنى لسنا بحاجة إلى إنكاره، والناس كانوا مدعوين إلى أن يكذبوا هذا الكذب. لماذا؟ لأن هذه النفس لكثرة محبة هذه المرأة لولدها كانت لها هذه الحاسة الإضافية فأصبحت تجد هذا. هذا شيء يدرسه بعض العلماء حينما يتحدثون عن بعض الشخصيات، الشخصية السيكوباتية، الشخصية السيكوباتية، ويتحدث بعض الناس في آسيا عن بعض الأشياء من هذا القبيل ولهم رياضات في ذلك، أشياء لا أريد أن أطيل بها. ولكن لو ذهبتم مثلا في كتاب مثلا في جواهر القرآن لطنطاوي جواهر ستجدون أشياء كثيرة من هذا القبيل. وهناك كتب مؤلفة في هذا الباب كتبها مسلمون وغير مسلمين، بمعنى أن هذه النفس حينما يكون منها ما يكون من الطهر يمكنها أن تشتاق إلى عالمها، وهي في الأصل كانت عالمة وفي الأصل كانت نظيفة، إنما وقع على ما وقع من الكثافة ومن الظلمة ومن الحدال بسبب ارتباطها بالجسد. فبقدر ما نستطيع أن نقوي النفس وتصير هذه النفس هي الروح المشرقة فإنها تتغلب على الجسم. ولذلك كان البعض يلجأ إلى هذه الكثير من الرياضات التي تؤدي إلى إضعاف الجسم لحساب الروح، والروح دائما تقوى بالعبادة والجسم والنفس كذلك تقوى بالعبادة وبالصدق وبالأخلاق وما إلى ذلك، فيقع حينئذ اعتلاء أو استعلاء النفس على الجسم ويضعف الجسم لصالح الروح. ولذلك هذا ربما شيء معروف الآن في كل ثقافات العالم. هذا هو في هذه النفس تتوق دائما إلى أصلها، تريد أن تعود إلى الأصل. ولذلك ابن سينا له قصيدة كبيرة في النفس، ويقول نزلت إليك
من المكان الأرفع ورقاء ذات تدلل وتمنع، أن هذه النفس نزلت. هذه الفلسفة كانت موجودة في الفلسفة اليونانية وكانت موجودة عند المسلمين، وهي ليست هنا ليست بعيدة من أن تكون مفيدة بالنسبة للناس حتى يعلموا أن هذه النفس يجب العناية بها. هذا المهم. المهم هو أن النفس لا يجب أن تترك، ويجب أن يعتنى بها، ويجب أن تأخذ غذاءها وتقويتها الذي هو العبادة والمواقف والأخلاق وما إلى ذلك فقط. إن هذه النفس بهذا المعنى كائن ومخلوق له فيه ألطاف إلهية كبيرة. هذه النفس هي كائن له طبائعه وله أحواله. العلماء كانوا دائما يتحدثون عن النفس ويقولون هذه النفس الآن حينما تهمل وتترك هي أشد ضربات على الإنسان من الشيطان، لأنك حينما تستعيذ بالله من الشيطان، لذلك الآن نفسك والشيطان يدعوانك إلى المعاصي، لكنك حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالشيطان دائما جاثم على قلب ابن آدم، إذا سكت وسوس وإذا ذكر الله خنس، وهذا الشيطان يمكن أن ينفصل قليلا يبتعد عنك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صادقا، لكن النفس لا تذهب. إذا ذهب الشيطان بالتعوذ فإن النفس تبقى معك، فهي تكون أكثر أشد خطورة عليك من الشيطان نفسه. ولكن حينئذ يجب أن تعرف ألاعيبها وتعرف كيف تريد أن تقودك إلى الهوى وإلى طاعتها. إذا كانت هذه النفس دنسة فاجرة كما قال الله تعالى والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، إذا كانت نفسا من هذا النوع التي هي في فجور هكذا هو أمره. العلماء كانوا يتحدثون عن نفس، يساعدون الطلاب ويساعدون المسلمين المبتدئين كيف يتحركون. النفس راغبة إن رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. النفس راغبة، لا تظن أن النفس ستسكت، راغبة، تعطيها شيئا فتطلب، تعطيها شيئا فتطلب آخر. لن يأتي يوم تقول لك النفس اكتفيت، والنفس راغبة، إذا أنت رغبتها زادت، وإذا أنت حاولت أن تلجمها وألزمتها القناعة فإنها تقنع. هذه حكمة صغيرة في حديث النفس، لو التزمها الموظف، لو التزمها التاجر، لو التزمها الإنسان المؤمن لكان في هذا حل كثير من المشاكل. أنا أقول شوف، الانحرافات كلها لا تأتي لأن النفس تطلب الحد الأدنى أبدا، معظم الانحرافات تأتي لأن الإنسان يستكثر من الأشياء. لو طلب الإنسان طلبا معقولا لوجده بيسر وسهولة. تريد أن تأكل فتجد الطعام، تريد أن تشرب فتجد الشراب، تريد أن تستقر فتجد غالبا مكانا تستقر فيه. ولكن حينما تستقر في مكان تدعوك النفس إلى أن تغيره فتغيره، لا تبرح في ذلك المكان مدة إلا بعد ذلك يبدو لك المكان كأنه سخيف، وتطلب آخر وتطلب آخر وتطلب. لذلك فالذين يفتحون أعينهم كثيرا على بيوت الناس تظل نفوسهم جائعة. مثلا بعض الناس يدخل بيتا يبني بيتا، بيت موظف عادي، لكن سرعان ما يذهب إلى بيت تاجر، فيجد التاجر له بيت آخر فيحتقر بيته ويتمنى، فلا هو استمتع ببيته ولا هو وجد نفسه في بيت التاجر. ولو كان تاجرا وسكن بيتا لوجدنا تاجرا آخر في مدينة أخرى فعلى أكثر من ذلك. فبالتالي حتى التاجر الذي بنى بيتا وأجمله ونجده وأنفق فيه مالا كثيرا يبدو له بيته تافها هكذا. وأنت تشتري سيارة لتتحرك فيها تحتاجها، لكن سيارتك تلك مباشرة بعد أن تركبها مدة تبدو لك غير جميلة وغير، فتدفعك الشهوة إلى أن تقتني غيرها، ثم تفعل ومع وجود القروض والديون تفعل إن ذلك ييسر. ثم تشتري سيارة فإذا بها يبدو لك أن
وسائل العرض تحدثك عن سيارة أخرى تفوق سيارتك بأشياء كثيرة، فتعود سيارتك التي تركبها أنت كأنها جحيم أنت فيه مستقر. وهكذا لن تنتهي أبدا إلى غاية. ومثل هذه الأشياء كلها هي المهلكات. المهلكات هي المبالغة في طلب الأشياء. حينما يكون الإنسان له طلب جنسي، الرجل والمرأة كلاهما له طلب جنسي موضوع معقول، يلبى هذا الطلب بكفايته بالعقد الشرعي بين رجل ومرأة وانتهى الأمر. كم رجل تزوج امرأة فأعجبته وأعجبها وظل كذلك حتى توفي أحدهما أو توفي معا، لم يفكر أحدهم في غيرها. لكن النفس التي دائما تتوق إلى الغير، قد يتزوج الإنسان اليوم وفي نهاية الشهر يشتهي امرأة أخرى، أي في شهره ذلك الذي يتزوج فيه يشتهي امرأة أخرى. وهل ترونه إذا اشتهى امرأة أخرى يستطيع أن يستمتع بزوجته الأولى؟ أبدا، يراها بأنها تافهة. ولو كانت له ثانية لرأى كذلك بعد مدة بأنها ليست إلا امرأة عادية. وهكذا، ولن يقف به الأمر عند حد. هذا هو الشبق. الشبق هو مرض حب الجماع. شبق هذا مرض، أي الغريزة طبيعية والشبق مرض. شهوة الطعام طبيعية، ولكن النهم والشره مرض. أن تحتاج إلى أن تأكل، الإنسان قد نظم له الآن تقريبا طبيا وعلميا عدد ما يحتاجه من المواد الطاقية التي يحتاجها فقط. ولذلك ما يحتاج الإنسان ليعيش شيء قليل أقل بكثير مما يأكله. لكن الناس لا يأكلون ليعيشون، إنما يأكلون ليرضوا شهوتهم، ليرضوا شهوة الأكل فيه. وتذهب هذه الشهوة فيهم بعيدا إلى أن ترديهم، تهلكهم. اليونان كان لهم هذا المرض. يقال إن اليونان بكثرة ما وصلوا من الثراء والفاحش كان الرجل منهم يأكل في بيته مثلا، ثم يصطحبون الأكل معهم في الشوارع. وكانوا قد انتهى بهم الأمر والحمق إلى أن يضعوا في الشوارع صهاريج صغيرة، وكان الرجل يأكل من الفواكه ومن الطعام الجيد ما يشاء ويحمله ويأكله أمام الناس، ثم إذا امتلأ وضع يده في استقاء ثم يعاود الأكل مرة أخرى، فصار آلة للأكل. لم يعد يأكل ليعيش، وإنما أصبح يعيش ليأكل. أصبحت هذا كان معروفا في هذا الذي أذكره لكم في كل الأشياء، وهو مرض إلا في العبادة والعلم. هذا الذي الأمر الذي يجب أن لا يكون له حد في هو أمران. العلم لو استكثرت منه ما زدت إلا خيرا، والعبادة لو استكثرت منها لم تزدد إلا خيرا وقربا من الله. أما ما سوى ذلك فلا بد من وضع حد، لأن النفس تراوغ وتزين وتتذلل. ربما نفسك تظهر لك أنك ضعيف وأنك محتقر وأنك 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 من أجل أن تجيبها إلى شيء. أنت لست كأصحابك، أصحابك فعلوا وفعلوا وفعلوا، تتذلل لك. أنت أفضل من أصحابك لأنك قانع أنك وضعت نفسك في مكانك الصحيح. لذلك كان البصيري رحمه الله يريد أن يبين للناس أن النفس لو طاوعتها لما انتهيت. النفس كالطفل، النفس مثل الطفل. هذا طفل في بيته منذ أن يولد وهو يرضع اللبن، لكن يجب أن يوقف هذا. هل نتركه يستمر في رضاع اللبن؟ قد يستمر إلى وعمره 5 سنوات وهو يأخذ معه أنبوبا يرضع فيه، قد يذهب إلى المدرسة وهو يحمل معه لبنه لأنه تعود ذلك، يمكن. لكن لابد من وضع حد لهذا. في مرة حينما يستغني ويمكنه أن يأكل الطعام وكذا، يأتي الفصل فيفطم بوسيلة من وسائل الفطام، إما أن يوضع له على الثدي أو شيء حار فلا يعود بعد ذلك، أو يمجه. تعرفون النساء كنا يفعلن شيئا يجعلن الطفل يعاف ذلك اللبن ثم ينصرف، هكذا ينصرف. وكذلك بالنسبة للحيوانات، إذا لم تفصل عن أمهاتها تظل دائما ترضع، ولكن الحيوانات إما أن تفصل وإما أن توضع
أشياء تغطي الضرع، حتى لا لأن 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 هذا الفصيل لو ترك لظل يرضع، وربما يرضع اليوم كله ثم يمرض، لا يكون رضاعه خيرا له. لذلك لابد من إيقافها. والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع، أي يصير شابا وهو يرضع، وإن تفطمه ينفطمه. ولذلك يقول كلمة أيضا جميلة: فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها. لأن بعض المرات تقول النفس للإنسان: هذه معصية أنا راغب فيها، محتاج إليها، أريد أن أجربها، سوف أفعل مرة وأنتهي. كان الشاب مثلا لا يزني، فيقول: لماذا لا أجرب يوما أن أزني وسأعود أتوب؟ فيقع في الزنا فلا يرجع. فاللحظة الأولى هي الأهم ألا يقع. هذه المعاصي لا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، لا تقصد أنك إذا أعطيت النفس شهوتها ستنكسر أبدا، ستزيد. الناس كانوا يتحدثون عن الكأس الأولى، الذين كانوا شربوا الخمر أول مرة، هل تصورون أن شربوا زجاجة كاملة؟ لا، إنما حضروا في احتفال أو في عرس، فقال لهم بعض الأصدقاء: ما لكم ما لا تجربون معنا كأسا للخمر حتى تكونوا رجالا وتشعروا بالنشوة وبالاحتفال يزينون لهم. هؤلاء هم أبواق الشيطان، فربما ضغطوا على شاب صغير فجعلوه يشرب جرعة، الجرعة هي السقطة الأخيرة، الكأس التي سميت الكأسة الأولى. الكأس الأولى هي الكأس التي تستمر إلى الأبد. ما أسهل أن ينخرط الإنسان في الكأس الأولى يشربها، وما أصعب أن ينفصل عن ذلك، عن الكأس. ربما يبقى 30 سنة أو 40 سنة والناس يقنعونه فيه. ونفس الأمر بالنسبة للتدخين، الشباب الصغار إذا لم يكن لهم تكوين دائما يأتي على الإنسان أول ما يقول لك ويلا يقول دخن، أنت صغير دخن، طفل صغير يدخن لماذا؟ ليصير رجلا. ولو انت راك وليت راجل واش انت تبقى غير بحال بزز، تبقى الحلوه ولا لا؟ تفوت لمرحله اخرى، دخن بحال الرجال. ذلك يقولون الصغير يدخن ليثبت لنفسه انه كبير، والانسان الكبير الطاعن في السن يدخن ليثبت لنفسه انه لا زال صغيرا. شيباني يدخن باش يقول انا عنده هذا غير 40 عام مازال ما كبرش، كاينش واحد قاعد عينيه تبلعين وكرفص وعاد يدخن باش يقول بلي زعما راه مازال باقي في بقيه، وراه ما بقى فيه حتى ما ياكل الخمر. واش وصلوا؟ كان تعرفوا واسوء الاشياء ترون ان شيخ عجوز فاني يضع السيجاره في 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 بين شواربه وهو متهالك. على كل حال هذا اسلوب في الوقايه، الوقايه خير من العلاج. لا تعاند نفسك ولا لا تحاول ان تتصور انك اكبر من شهوتك. ولذلك الفرار قبل الوقوع، الفرار قبل الوقوع. هذه أشياء يذكرها الناس الآن، يذكرها العلماء ويذكرها الصالحون، هتجدونها في ثقافة أخرى؟ تصور الفرق، تصور الفرق بين الثقافة الإسلامية وبركة الثقافة الإسلامية. بركة الثقافة، شبابك الحمد لله يكون صغير وطاهر، شبابنا طاهر. تصور أنه ما يدخن، ما يفسد، ما يزني، ما يدير، ما يكذب، هادو طاهرين يكبروا على طهرة. لذلك يبغضهم الفاسدون. بحال ما كي يشوف الفاسد كي يشوفك يتمنى يقتلك، لأنك تفضحه، لأنك تفضحه. تتكبر تمشي للبيت ديالك غدا تتزوج، وغدا يكون بيتك طاهر، ما كاينش الشبهات، ما كاينش الشكوك. هادو عمرهم ما كانوا غادي يكونوا، ما يكونوش نظاف في البداية وفي الوسط وفي النهاية. دائما لا يستطيعون الطاعة، والذي لا يستطيع الطاعة يكره من يطيع الله تعالى. لذلك هذا هو السبب أن كثير من الناس ماشي يعادون أهل الدين، لأن أهل الدين كما يقول الدين الآن في الدنيا كلها، أهل الدين كلهم ما يسووش، ما يعرفوش، وما هالشيء لك، هذه الموجة لك تشوفوها في البشر عندك وتمشوا فيها. إياكم، هذه الموجة اللي موجودة في العالم الآن، أن أهل الدين ماشي مزيانين، كل الموبقات تركب. لماذا؟ لأن الناس لا يستطيعون أن يكونوا على دين مثلهم. هؤلاء الذين يبغضون أهل الدين لأنهم لابسوا، ليس بمقدورهم أن يكونوا كذلك. أنت تتكلم عن دين وعن معاني كبيرة، والناس يتحدثون عن أشياء سافلة منحطة
وهم مرتكسون فيها، ليسوا أحرارا. هؤلاء الذين يقعون في تلك المخازي لا يتصور واحد منهم أنه يفعل ذلك حرا، وواقع في ذلك لأن نفسه أكلته. فذلك هذا الحديث الذي نذكره الآن في حديث النفس، وحديث من مستوحى من القرآن الكريم. والنفس بكل ما لها من ذكاء وإغراء، ويجب التنبه إليه. ثم يجب صرف كل أهواء النفس ورغبات النفس إلى الجانب الإيجابي، أي هذه النفس لا يمكن أن نميتها كما يقول البعض، لا، لأنها فطرة الله فينا، وإنما يجب أن نوجهها إلى الخير. فإذا كنا نحب الاستدادة فلنحول ذلك إلى العلم، أي إذا أصبح الواحد منكم يحب أن يكون أفضل فليكون أفضل في العلم، في الصدق، في الكرم، في الوفاء. وهذا مجال واسع للسباق ومجال واسع للارتقاء. لن ترتقي في، لأن ننتقي الناس في شرب الخمر، أن هذه الخمر هي من مستوى معين. الآن الذين يعيشون والعياذ بالله في هذا العالم عندهم هواجسهم وهمومهم في شكل شارب الخمرة، والآن خصو يشرب واحد النوع آخر، والآن بعد يبقى يمشي ينتقل إلى نوع فيه نوع من المتن غالي، ونوع مستورد، ونوع كذا، وراه يعيش واحد وفي كل شيء داك الشراب الزبل وصافي. شنو هي الخمر؟ هي حموضات وهي تعفنات وصافي، ولكن هو يبقى يتقلب فيها باش ما عمره ما يترك. كأن الإنسان الذي يشرب خمرا بيضاء أو في كأس كبيرة، أو هو من علية القوم أو يشربها في مناسبات أو في زعما هو افضل، انت سكايري بحالك بحال داك اللي يشرب في الزنقه وصافي. في نهايه المطاف راك في الاشكال، ولكن انت في 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 راك تشرب الخمر. هل حينما يتحدث لك الناس عن ما يغيب العقل، الخمر ديالك لا تغيب العقل؟ هي تغيب العقل، كهذه هذا الروج اللي في الزنقه اللي يشربوه دوك متسكعين اللي يرقدوا قدام ها الشوارع، راه بحالهم بحالهم دوك اللي يشربوا الويسكي ولا نوع من انواع الاخرى، بحال بحال هذا غالي وصافي، ولكنه متفق كلهم مشتركين في انهما يغيبان العقل، وانهما عدوان على العقل، وانهما رجس، وانهما يخرجان الانسان من من من, من طهاره المؤمن. هذا الشيء اللي كاين. فلذلك قلت ان حديث النفس هنا والاشاره القرانيه الى النفس هنا بهذا المعنى، أي بمعنى الذي ذكرت لكم، أي النفس التي هي اللطيفة الربانية. هذه النفس حينما تنظر إليها وحينما تتأملها وحينما تقرأها وحينما تراعيها ستجد أن فيها آيات دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. أي وفي أنفسكم، أي في أنفسكم بهذا المعنى، أي بالمعنى الذي هو النفس اللطيفة الربانية. وهناك أيضا أشياء أخرى تتصل بالنفس التي هي كيان الإنسان وكليته ومجموعه، وهذه أيضا فيها أشياء من العظمة، لأن سر العظمة الإلهية كله موجود في نفس الإنسان، في نفسه داخلا وفي جسمه، في ما خلق الله فيه من المواهب. الإنسان حقيقة عالم غريب، لذلك كان أحدهم يسميه الإنسان ذلك المجهول. أليكسيس كاريل بعد أن قرأ قال هذا الإنسان عالم آخر. وفعلا كل مرة تكتشف في الإنسان، كلما تقدم العلم إلا وأعطاك أنك الآن في كهف كبير، وهذا الإنسان هو ما خلق فيه، هو مواهبه، هو فطرته، وهو أي شيء، أي جزئية فيه شئت، شرايينه، أن مضخة القلب التي هي مضخة للدم، كل جزئية من هذه الجزئيات إلا وإن العقول تحار فيها. إذن هذا طبعا يقتضي بقية إن شاء الله، أنهي إن شاء الله الدرس أو الحديث عن النفس بمعناها الثاني في اللقاء المقبل إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.